مرحبا بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. حكاية شقاوة الأولاد، يعني أولادنا في البيت وفي المدرسة، بقت في الفترة الأخيرة بتقلقنا. بتقلقنا ليه؟ لأننا بقينا بنسمع كتير عن فرط الحركة وتشتت الانتباه. طب إيه الفرق بينها وبين إن الولاد أشقية؟ كل الولاد في السن ده كده؟ يا ستي عادي، الولاد لما بتبقى أشقية كان ده بينهم عن الذكاء. الحقيقة من كتر الكلام اللي إحنا بقينا بنسمعه ونقراه وأبحاث علمية والدكاترة يكلمونا عن فرط الحركة وإزاي لازم نكتشفه بدري وإنه بيحتاج لمتخصص، بقينا محتارين. هو أنا ابني عنده فرط حركة؟ عنده تشتت انتباه؟ عنده الاتنين؟ ولا دي شقاوة أولاد عادية؟ إزاي أنا ممكن أكتشف ده؟ ولو رحت للطبيب أو للمتخصص وقال لي إن ده فرط حركة، الموضوع قابل للعلاج ويعني والوضع هيبقى أحسن، ولا خلاص كده يعني الموضوع بياخد وقت طويل، ولا ممكن على مدار فترة قصيرة أحس بنتائج؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. ولو في أي أسئلة عند حضراتكم، ولادكم شايفينهم بيعانوا من فرط حركة، محتارين تشخصوهم إيه أو يعني تكتشفوا ده إزاي، تقدروا تكلمونا أو تبعتونا على اللايف على صفحة القناة سي تي في إيجيبت. اسمحوا لي إن أنا أرحب بدكتور فيفيان مجدي، استشاري طب نفسي عام جامعة عين شمس وأخصائي سلوكيات أطفال. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل يا دكتورة، منورانا. الأول أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا أوقات عاملين فيها دكاترة في الطب اللي هو العيان، واحد عيان وبتاع نطلع له برشامة ومش هنفتح التلاجة، وكلنا دكاترة في نفسنا. للأسف دخلنا بعد كده على الطب النفسي، يعني احنا برضو دكاترة أطباء نفسيين بنقعد نشخص العيال من دماغنا. فرأي حضرتك في القصة دي ايه؟ نوع انا ابني عنده كذا، انا ابني عنده كذا، انا ابني عنده كذا، وجايبين لعيالنا المشاكل كلها. مرض حقيقة دي أعمق مشكلة، يعني احنا فعلا زي ما حضرتك بتقول كلنا بقينا دكاترة في كل التخصصات. انا مش عارفة ده ضغط وقت عندنا ولا كسل ان احنا نتحرك للمختص، بس في المجمل ان انا اخد الحالة اللي عندي بلا تجاهل واروح للمختص بتاعها، هو ده اقصر الطرق وافضلها. تمام. انا ابني عنده ايه، او انا ابني شقي بجد ولا بهزار زي ما كنا بنقول، ولا الموضوع ده فرط حركة او في فرق بين الشقاوة العادية الطبيعية بتاعة سن الطفل. أيوة. في الوقت ده، يعني أنا ابني في الوقت عنده 6 سنين، فهو في الوقت ده الطبيعي أنه هو هيتنطط ويتشقلب، ده طبيعي على فكرة. طيب اللي مش طبيعي إيه؟ الأذى. أن هو يضرب بعنف، أن هو يمسك الحاجة يرزحها على الأرض فوقعت اتكسرت. تقصدي من غير مبرر او سبب؟ يعني مفيش حد استفز؟ لا 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 لا، هو دايما اللي بيبقى مثير، هو دايما اللي بيستفز اللي قدامه، بيبادر بالاذى طبعا. حاجه كمان، هو مش قادر يقعد، مش قادر يقعد اكتر من دقيقتين ثلاثه، مش عارفه اثبته في مكان. مش دي طبيعه سن برضو الولاد؟ نقول ده الولاد حركتهم كتير، ده لا طبيعي. لا، ما هو ده الغلط الشائع بقى. مش في طبيعه سن. يعني ايه طبيعه سن؟ هيقعد عمره بلس 2 مينتس. طبيعة السن عنده 6 سنين، يعني هعرف أقعده 8 دقايق جنبي. طيب طفل قاعد جنبي دقيقتين ثلاثة مش قادر أقعده، خلاص يبقى احنا كده عندنا مشكلة. لأن ده هيأثر بعد كده فيما هو ريليتد بالحاجات الأكاديميك، هتلاقينا واقعين في المذاكرة، هتلاقينا واقعين كل حاجة ما فيهاش حركة، كل ما هو لا حركي الولد هيقع فيه. احنا ابتدينا في الفتره الاخيره بس نسمع عن كلمه فرط حركه، يعني برضو زمان كانت العيال أشقية بس ما فيش بقى تشخيص او كنا بناخد بالنا. بالظبط. لكن في الاخر يعني هي دي حاله محتاجه عليك؟ طبعا حاله يعني محتاجه، يعني ما بيجيش وقت ويهدى؟ لا، ما يكبر يهدى. تعرف ان في ناس دلوقتي في الاربعينات عندها ADHD ما كانوش اكتشفوه زمان وكانوا فاكرينها شقاوة عادية. عايز حضرتك دلوقتي الناس دي بتكتب على صفحاتها تقول انا عندي كده، يعني والحالات دي منتشرة جدا الفترة دي، ومنهم ناس مشاهير ومعروفين. بالظبط. بنلاقيهم عصبيين عصبية غير مبررة، بيتحركوا في كل اتجاه، بيعملوا كذا حاجة في نفس الوقت، مشتتين طول الوقت. لما بنقعد نتكلم معاهم، هما بيجولنا كبار مش عارفين هما فيهم ايه. لما بنقعد بنتكلم معاهم وبنعمل تستات معينة لسنهم، بنكتشف ان من وهم صغيرين كان عندهم ما يسمى بالADHD، بس علشان زي ما حضرتك كنت بتقولي زمان ما كانش فيه الكلام ده، وكنا بنعتبرها شقاوة عادية، حدش كان عارف ده ايه. كان عارف. طب احنا دلوقتي لا، احنا طبعا عايزين مستقبل ولادنا يكون افضل من مستقبلنا. طيب تشتت الانتباه حاجة وفرط الحركة حاجة، ولا الاثنين يعني؟ دايما الADHD فرط الحركة وتشتت الانتباه ده المصطلح الشائع مرتبط ببعضه. طيب
هو في فرط حركة من غير تشتت انتباه؟ لا، طالما في حركة كتير إذا أنا ذهني هيتشتت. طب العكس؟ العكس موجود. لا ده معلش، طيب يعني الطفل ممكن يكون عنده تشتت، ما عندوش فرط حركة. بالظبط كده. طب لما يكون عنده تشتت بس، هل ده بيبقى العلاج أبسط ولا أبسط؟ طبعا كتير. في طفل عنده تشتت، بمعنى هو قاعد بيذاكر هنا تمام، فلو حد عدى من قدامه خلاص انتباهه هيسافر معاه. طيب ده حله ايه؟ على فكرة ده حله في البيت نبدأ بيه بسيط وسهل. ايه بقى؟ واحد، نثبت مكان المذاكرة. يعني انا ما بذاكرش للولد او البنت النهاردة هنا بكرة هنا بعده هنا، لا، هو مكان ثابت طول من اول ما بدأنا الدراسة لغاية ما بنخلص، ما بنذاكرش غير في المكان. احنا بنقول بنغير من نفسيتهم، يعني لا. ايه طب تعالى اقعد معايا على السفرة، نذاكر على السفرة شوية، على المكتب شوية. دي حاجة. الحاجة التانية، الحاجة التانية ما بنذاكرش في اي مكان فيه مصدر صوت مباشر، بمعنى ما جيش في المكان اللي فيه التلفزيون مثلا. ونقعد نذاكر حتى لو مش شغال. ليه؟ علشان الولاد بخصوصا في سن صغير عقلهم بيعمل فلاش باك، فهو قاعد شايف التلفزيون ممكن عقله ده الولد اللي عنده تشتت مفتوح. بالظبط. فاحنا بنذاكر في حاجه هو اصلا مركز في مشهد في دماغه. يا فندم بتعمل له جلسات؟ طبعا. يعني بيحتاج جلسات ولا هي ممكن بس النصايح اللي حضرتك بتقوليها تكفي؟ على حسب، احنا في الاول بنجرب. انا لو ام وشكة ان ابني عنده المشكله دي بعمل ايه؟ بتبع التعليمات. ببدأ اجرب، بنذاكر في مكان واحد، ما بنذاكرش في مكان فيه اي مشتتات، ما بنذاكرش في مكان فيه اضواء عالية او رسومات كتير على حيطان. ودي نصيحة يا جماعة لأوض ولادكم، انتوا كده بتشتتوهم، مش بتعملوا منظر حلو. هو بتبقى متلطعة كلها ميكي. دي كارثة. دي كارثة بقى، يعني ناخد بالنا منها. دي اول مرة نعرف ده، احنا بنحس ان احنا بنبسطهم ونعمل لهم جو لما في الاوضه تبقى فيها حاجات. للأسف. كده يعني. دي بقى المصطلحات الغلط اللي احنا فاهمينها. لا، اوض ولادنا تبقى لون هادي، ما نعملش مثيرات كتيره على الحيطه، لان كل حيطه لون بقى. لا 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 لا، دي كارثه. هي لون واحد في بنت او ولد ايا كان، ونشتغل على هذا الاساس. احنا يعني هكمل معاك، بس في سؤال بقى معانا. مدام حنان، صباح الفل. صباح الفل. صباح الخير يا مدام. اهلا. صباح الفل على حضرتك، اتفضلي. صباح النور عليكم. انا كنت عايزه اسال، ابني عنده 6 سنين في كي جي 2، هو الشكوى اللي بتيجي منه في الكنيسه ان هو شقي بيتحرك كتير، وبرده هنا في البيت بيتحرك كتير، بس هو في الطلبه ليه بيحفظ وحلو، يعني لو قعد في الالحان بيحفظ حركته كتير، وبيجي يسالوه يقول اللحن حلو. وعندي هنا لما باجي اذاكر معاه مش عايز يقعد حبه كتير، وبرده بيتحرك، وكل ما قعده شويه لا عايز يقول، لا عايز يروح هنا، عايز يروح هنا، مش قاعد على حاله. حاضر. شكرا مدام حنان. اولا، هل التشتت او التشتت وفرط الحركه ليه علاقه بالذكاء؟ ممكن يكون الذكاء قليل. لا لا، ليه علاقه بالتحصيل. بالظبط. هم على فكره بيبقوا اذكياء جدا. طبعا. طب هو بيحفظ ده، بيحفظ دي يعني معناها ايه؟ ده مش فرط حركه؟ لا، ده مش فرط حركه. هو بصي، هو بيتحرك كتير بس ذهنه واعي. فده مش المرض بتاع الاي دي اتش دي، ده طفل حركي. يعني لو فرط حركه ما كانش قدر يحفظ اللحن ويسمعه لو هم سألوه. لا لا لا، مش بالظبط، مش هيعرف يحفظ خالص. يبقى هنا هتتعامل مع شقاوه او حركه. هتتعامل مع شقاوه، ولكن تتعامل مع الشقاوه بنوع من انواع الحزم. يعني مش خلاص بقى هو طبعه كده واسيبه، لا، نتعامل مع الشقاوه بموضوعيه. لا، انت هتحترم المكان اللي انت قاعد فيه. ده بقى تنشئه اكتر. ده تنشئه اكتر، مرض سلوكي اكتر من ان هو منتل. طب اكتشفنا او اتفضل. التشتت انا هل في تحاليل معينه ممكن نعملها؟ هل لازم الطبيب هو اللي يشخص ده؟ يعني نعمل ايه؟ انا مش بحب للامانه تجويد الاهالي، بمعنى انا اكتشفت ان ابني عنده مشكله. بدات اسمع، على فكره هو الموضوع بيتلقط. هو انا اقول لحضرتك على حاجه، للامانه هي غالبا الموضوع بيجي من المدرسه. ابنك بيقعد مش مركز معايا. تمام، كل حاجه مثلا الشباك يتفتح عايز يبص على الشباك، مش عارف قلم وقع هو سابني وعمال مركز مع القلم كده يعني، وبيرجع البيت مش فاكر اللي اتقال، مش فاكر الدرس خالص. في حاجتين الناس مش عارفه تفرق بينهم. ايوه، التشتت او تشتت الانتباه. خلينا نحط فرط الحركه ده على جنب دلوقتي. ماشي. وصعوبات التعلم، ايه بقى الفرق بينه؟ الفرق بين تشتت الانتباه زي ما احنا بنقول
في الحاجات العادية مش التعليمية، ان هو ايه قاعد عينه مش مع المدرسة اللي بتشرح، نسي القلم انا حطيته فين، نسي الكتاب معرفش فين، ضاع منه الكابي بوك معرفش ايه مش لاقيه، وهكذا. ده التشتت، ولد دماغه مش حاضرة، دماغه مش فيه يعني، معنى صح. دماغه مش فيه. صعوبات التعلم بقى، أي صعوبات التعلم دي انواع كتير، بس هي دي بقى اللي بتبان في المدرسة. أي صعوبات التعلم الاكاديمي، الولد مش شاطر في العمليات الحسابية، البنت مش شاطرة في العمليات الكتابية، الولد مش عارف يحصل، بنذاكر وبيطلع علينا في البيت وبنعمل مجهود، بس كأننا بالظبط عايزين نروح اسكندرية وراكبين قطر أسوان، ولا كأني في أي حاجة بالزبط. وإحنا في طريق، فإحنا عاملين مجهود وطلعون علينا، بس إحنا أصلا ماشيين في اتجاه تاني. كل ده ليه بقى؟ عشان إحنا بنجود، ما بن نتجهش. طيب لما نتجه لحد مختص هنعمل اللي حضرتك بتسأل عليه، هنعمل اختبارات معينة، اختبار الـ ADHD، اختبار صعوبات التعلم، وفي نوع كمان تالت بيتعمل، اختبار تالت بيتعمل، وبنكون محتاجين في وقت من الأوقات حاجة اسمها رسم المخ. رسم المخ طبعا. لما بنعمل الحاجات دي كلها بنوصل للتشخيص الصح اللي بيخلينا بدل ما نركب القطر الغلط ونعمل مجهود، ما احنا في كل الحالات بنعمل مجهود، يبقى شغالين صح، او نضغط عليهم انهم يذاكروا وهم اصلا على فكره بيبقوا مش قادرين، دي حاجه لا اراديه جواهم. استاذن حضرتك معانا مدام ميري من المنيا. مدام ميري اهلا بيكي. اهلا، اتفضلي. سؤالي، انا عندي بنتي عندها فرط حركه جامد جدا، يعني ممكن تخلي الشقه دي فوق بعضها. عندها كم سنه؟ كمان ممكن تقول 4 سنين. وممكن تقول كلام يعني زي تقليمه تالفها، لو هي مش حافظه تلاميذ وحد قال لها انت حافظه ممكن تالفها، يعني عندها اللي هي ممكن تالف اي كلام. انت شخصتي انها فرط حركه كده من توقعاتك ان ده ولا في ولا ايه؟ ما بتقعدش. في سؤال عايز لحد مختص، ممكن تكسر، ممكن تكسر حاجه مدام ميري؟ تكسر، تضرب اخوها، تاخد حاجه من ايدها عشان يعيط. وديتيها للدكتور قبل كده ولا لا؟ لا. طيب شكرا يا مدام ميري، شكرا. هنا في عنف زي ما حضرتك قلت. احنا كده عندنا فرط حركه واضح وصريح لسببين. السبب الاول في عنف، السبب الثاني سننا صغير على الكلام اللي ماما بتقوله، يعني بنكسر، بنضرب اخونا، ده سن الاكتشاف. بنقلب الشقه كلها بالظبط فوق لتحت. وعلى فكره بتوع فرط الحركه بيبقى عندهم قوه على قوتهم شويه، فبيبقى الموضوع مضاعف بالنسبه لهم. فانا بنصحها لازم تتوجه لمختص عشان بس تمسك طرف الخيط وتبدا تتعامل صح. ان هي مش عايزه حد يشوف انها مش حافظه حاجه، فلما تتسال تالف اي حاجه ويقول هم بيعملوا كده عشان هم اذكياء. احنا طبعا احنا كنا بنقول الموضوع ملوش علاقه بالذكاء، هم اذكياء. طبعا. طب انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا يعني المصريين حتى لو الفلوس في ايدينا قليله بنبقى عايزين نعلم ولادنا، وبنصرف على دروس خصوصيه قد كده، يبقى الاب يعني يوفر كيلو اللحم عشان يجيب الواد مدرس وكده. فهل ممكن في طريقه معينه اقدر اعرف ابني، مش لاني شاكك فيه، لكن اعرف درجات ذكائه قد ايه، اعرف عنده تشتت حركه او عدم انتباه او كذا او كذا او كذا، اعمل ايه يعني؟ هل في اماكن متخصصه لده ولا لا؟ هو على فكرة ولا ما روحش؟ لا احنا نبص، طالما الدنيا ماشية في الحتة الطبيعية بتاعتها ومفيش شكوات ومفيش اي حاجة، انا بنصح ما نروحش. تمام. ولكن احنا عارفين، انا ابني مثلا عنده 5 سنين، 6 سنين، 4 سنين، المفروض في المرحلة دي يبقى عارف ايه؟ عارف الالوان الأساسية واللي مش أساسية، عارف أيام الأسبوع، عارف شهور السنة، عارف من 1 لـ20 مثلا، عارف أنا أقيم ابني كأم أو كأب، عارف أن ده مكانه هنا. ده طبيعي على فكرة، بيكتشف بيكتشف، بيتشقى بيتشقى، ما هو ده الطبيعي برضو. بس لما لقي أن في حاجة بره الدايره دي، لا كده في حاجه غلط، يبقى هنا لازم الجا لمختص، ما جاودش من نفسي اني اعاقب الولاد باني انا هو شقي فانا ضربته، فانا الضرب ده هخليها يسمع كلامه، هتقعد غصب عنك مع هو هيعند اكتر. يعمل ايه بقى؟ طبعا هيعند اكتر. اخلي بالي يعني فرط الحركه بالذات، اخلي بالي من طريقه الاكل اللي بياكلها. يعني الشوكولاتات اللي ما اعرفش ايه، كل ما هو دارك او لونه بني، او كل شوكليت. في ناس بتاكل اساسا الحاجات الشوكليت والحاجات دي علشان
يقول لك ايه اخليه ينتبه يصحصح. ايوه واحنا بنعمل كارثه بالظبط كده الشوكولاته اللي احنا بنعمل كارثه تقول لك اديها له علشان يبقى مصحصح. لا وبكافئ بكافئ مين؟ روح ياكل العيال بالظبط كده. احنا كده بنعمل كارثه كارثه يعني. فاستاذنك بقى نشوف مدام كريستين معانا من سوهاج. صباح الفل يا كريستين. صباح الخير حضرتك. اتفضلي. اهلا بيك. اهلا اهلا. اتفضلي سؤالي. انا عندي ابني 7 سنين يعني مش بركز خالص. مش مركز؟ اه ماما بنذاكر. لا ماما مين راجع مش بيحفظ. ايوه بساله مثلا دخلت ايه في الدرس ولا الهوم مش بيعرف. تمام شكرا يا مريم. ملاحظه عليه اي حاجه ثانيه كريستين؟ يعني في الحركه في شقاوه في عون؟ 7 سنين. هو شقي جدا. شكرا مدام كريستين. مش مركز. دي حاله واضحه وصريحه. دي ايه بقى؟ دي فرط حركه وتشتت انتباه. فرط حركه وتشتت انتباه واضحه وصريحه. طب بيبقى في اوقات مفيش فرط حركه خالص؟ بيبقى نحطه ويتحط بس هو قاعد عامل كده. مش مركز. طب ده ايه بقى يعني؟ ده ممكن كمان يعني لا. مثلا هو عمل كوبايه الشاي فنسي اصلا هو عمل كوبايه الشاي اللي هي فشل. مثلا انا اللي هو بيبقى بقى المفروض ده يحصل مثلا بعد سن كبير جدا يعني ولا حاجه او مشغوليات كتير لكن هو طفل في الطفل ده تشتت واضح وصريح. اللي حضرتك بتتكلم عنه ده فرط حركه وتشتت انتباه ومنه مودينا لحته صعوبات تعلم. ما هو بما انه دماغه مشتته اذا هو عنده صعوبه مش عارف يحصل. طب ما يمكن مركز مثلا في لعبه بيلعبها. دي مشكله. ما هي دي مشكله. الطفل المفروض يركز في الحاجه اللي هو بيواجهها دلوقتي. لا هو بيركز مثلا ممكن يركز مثلا الاولاد في السن ده ممكن يركز على مثلا بيلعب جيمز مثلا فمركز جدا ويطلع الاول في اللعبه. هل ده برضو يبقى عنده عدم يبقى عنده تشتت ولا لا؟ طبعا ما عندوش. في حته اللعبه والجيمز هو بيحرك ايه؟ ايديه بس. وكل حاجه هنا معمول عليها كده بكف ايد قويه. هو محرك ايديه. هو مستخدم حستين عينيه وايديه عشان كده ليه بحلق في الحاجه. برافو بالظبط. هو عامل كده. شكرا. زي طب الموبايل سبب من الاسباب لما بتديله الاطفال؟ الموبايل سبب وللاسف للاسف للاسف الاهل عندها كم انكار لفكره ان الموبايل سبب بطريقه غير عاديه. لا الموبايل سبب مباشر وواضح وصريح علشان احنا بقينا لا احنا يعني سايبين الموبايل يعمل كل حاجه. طب في نتيجه للعلاج يعني؟ وديناه لمتخصص يعني ننتظر ايه؟ المفروض يعني نتابع والاقي نتيجه امتى؟ مش قبل 6 شهور. مش قبل ست شهور. بس بيجيب نتيجه. طبعا في نتيجه. في علاج. في تقدم بيبقى ملحوظ جدا. في ولاد وبنات بيبقوا جايين الاختبارات بتاعتهم بتبقى وحشه جدا في الاول. بس بعد الانتظام والتدريب لا الدنيا بتفرق. طب عدم التركيز عدم التركيز اوقات انا اسف لا اتفضل اوقات بيرجعوا لفكره نقص حديد او نقص بعض الفيتامينات. هو الفكره بيبقى فيه هرمونز معينه في المخ بتبقى مش بتوصل بالطريقه اللي المفروض او بالنسبه اللي المفروض توصل بيها. احنا في اوقات بندي ادويه علشان ده يكمل. ده ادويه مع ده اللي كنت بقول ان احنا تدريبات مع ادويه في علاج لازم بيتاخد. وفي ولاد ما بتحتاجش ادويه. طيب اقرر امتى الاقي حد متصل بيا؟ انا ابني حرفيا كده بالظبط. انا ابني كذا 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 وانا ما اعرفش ولا شفت الولد ولا عملت حاجه. عايزه ادويه عايزه دواء يزود. طب انا لو اديت دواء هبقى انا مجرمه. ما ينفعش. مفيش حاجه اسمها لازم كده. لازم تعمل الاختبارات والتحاليل عشان نعرف النسبه. ليه الدواء ده كيميكال داخل المخ فحرام. انا بضر الولد. ايوه دكتوره نورتينا وافدتينا. بشكر حضرتك جدا. دكتوره فيفيان مجدي استشاري طب النفسي عام بجامعه عين شمس واخصائي سلوكيات اطفال. نورتينا. ميرسي. نورتينا وصباح الفل عليكي يا مره ثانيه. بنشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده. بكره ان شاء الله 9 الصبح لقاء جديد ويومكم جميل. صباح الفل.
بتاعتي.